ازيك؟ الحمد لله. رايحه فين؟ عديني. لا مش عديك. هقول لك عديني. عدي كده لو تعرف تعدي. مش عاوز احس يطلع. خلاص يبقى تسكت. يوه مناء، انت يا مناء، يا مناء فرحه شايع. يا مناء فرحة، فرحة تعالي يا بنتي. مالك يا فرحة ماشية بسرعة ليه؟ شكلك في حاجة. مفيش حاجة يا عم الحاج، اتأخرت. حد زعلك؟ لا محدش. سلام عليكم. السلام يا حماد. راح فين؟ رايح جوا اقعد شوية يا حاج. لا تعال مناع. نعم يا حاج. معك سجاير؟ ايوه معاي. اديني واحد. اتفضل. ولعها هنا بدل ما تولعها جوا. انا بطلت يا حاج. امال ايه اللي في جيبك دي؟ دي المحفظة. محفظة ولا علبة سجاير؟ خليك راجل وقول علبة سجاير بدل ما تداريها زي العيال. يا بوي المحفظة اهي. معلش ظلمتك يا ورق. ايه اللي وقع دي؟ دي زلطة. هتستعملي؟ هات اهي. مالك ومال فرحة يا حماد؟ فرحة؟ وانا مالي ومالها؟ قالت لي على كل حاجة يا بارد. كذاب، دي هي اللي كانت نازله تترقص من على السلم ومسكت فيا وانا زقيتها. انت كبرت ومش عاوز امسح بيك بلاط المنظر. يا ابوي وانا مالي ومالها؟ ما هي اللي مسكت فيا وانا زقيتها. عجبك تتجوزها؟ وانا اتجوز مطلقه ليه؟ امال المطلقه تعمل معاها ايه؟ تمد ايدك عليها؟ ما حصلش. اخرس. شاهد ربي وعالم، لو رفعت عينك في عينيها أو جمعكم مكان واحد ما هتبيت في بيتي تاني. فاهم؟ فاهم يا بوي. غور. أعمل حسابك يا منيرة أن بكرة إن شاء الله في الليل هسافر في جولة كده مع أهل الله، تاخد لها أسبوعين ثلاثة يعني. هنزوروا سيدي عبد الرحيم الجناوي في جنة، وبعدين سيدي ابو الحجاج في لوكسور، وبعدين سيدي حسن في اسوان، ونردوا على سيدي العارف بالله وسيدي كمال الدين، وبعدين ارجع. وحمي وانتوا ايه؟ انتوا ناقصكم حاجه؟ انت سبت الدنيا والفلوس وابوك، كمان احنا هتسيبنا يا كامل؟ بقول لك اسبوعين ثلاثه والبيت هيكون فيه كل طلباتكم، وهسيب لكم فلوس برضو. لا انا مش هشاورك. بعدين ما توقفيش جبال الحاجه الوحيده اللي احبها. انا ما اتحملش امك وحدي. هتجيلي من هنا واجيلك من هنا برضك هسافر يا منير. قلت لابوك هبقى كله. وبعدين يعني هي فارقه معاه حاضر ولا غايب؟ وانا مش عاوز منه حاجه وهو ما عاوزش مني حاجه. احنا عاوزينك وعاوزينه. انت عاوزين الفلوس، الورق اللي بيلعب بقلوب وعقول الناس. مش هتسافر يا كامل؟ هسافر يا منير. عايزاك روح يا مناع وما تعمل لها الشاي عشان ما تشربش الشاي بتاعنا. صح والله جاياك غصبا عني. وايه اللي غصب؟ الاصول. ايه الاصول؟ تعرفيها من متى؟ حكم ربنا. خير؟ ابو ذكري عاوز زهره بنتي. عاوزها كده يعني؟ اتجوزها. ابو زكري ده كل ما سد له شك يجيني من شك تاني. بتحرجم علي يا ابو زكري؟ قلت له نشاوره عمها.
عملت الصح. انت ايه رايك؟ يعني في البدايه والنهايه انت امها. زهره كبرت، واللي كان ينفعها امبارح مش هو اللي هينفعها بكره. طب شجعني ليه؟ شاوروك. شوف يا بدر، انا مش هقول لك ان ابو ذكري راجل كبير على بنتك. انا هقول لك حاجه واحده، ابو ذكري لو عنده 25 سنه ومش متجوز وطلب ايد بنتي هقول له لا، لان عارف ان ضميره اسود. خلاص حلها انت من تلاك. احلها كيف؟ ما انا قلت لك رايي. دي حماد لزهره. حماد مين؟ دي زهره اكبر من كامل ولد الكبير. وماله؟ مش عيب بالتعمه. بالتعمه اه، بس انت مش فاهمه، الواد هيبهدلها، مجلع كده وعايد، هيسقيها الذل. يعني انت لا ترحم ولا تسيب رحمه ربنا تنزل. انت جايه تستشيري ولا جايه تخطب لبنتك؟ قلت عمها مكان ابوها، لكن لا، العم عمره ما يبقى ابدا. بدر اللي عايزاه يعمليه، بس ابو ذكري ما فيش من وراه خير ابدا. عاد كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما فيش فايده. اهدي يا بنتي اهدي. جوزك يا بنتي الدب زي امه، أرجى الدباب وصل للآخر. مش عارفة أعمل إيه يا مرت عم، قلت أجي العم يشوف لي صرفة. جوزك طيب وبتاع ربنا، لكن يسيبكم؟ لا. وانت يا بنتي هتقعدي هنا للصبح، انزلي له. أتكسف أنزل المنظر، أول ما يطلع ندموه وأنا أتكلم. حاضر يا بنتي حاضر، اشرب اشرب. ألو؟ أيوة. اهلا يا فندم، عمر سعادتك. ايه؟ اتوبيس سياحي اتخطف عندنا هنا؟ ازاي؟ فين يا فندم؟ ناحيه جبال بني حمزه واولاد شديد. حاضر يا فندم، هنعمل اللي لازم حالا يا فندم. صحافه؟ لا يا فندم، مفيش صحافيين جم ولا حاجه. حاضر يا فندم، الخبر هيكون كده وبس. طلباتك يا فندم، امر يا فندم. مع الف سلامه يا فندم. مع السلامه سعادتك. حضر البوكس بسرعه يا ابني. في ثلاثه من الصحفيين بره وخمسه من التلفزيون يا فندم. هم لحقوا؟ خليهم يستنوني واقول لهم هو جاي بعد ساعه. تمام يا فندم.